من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى التهابات أوتار الكتف اللي هي أوتار الكتف الدوارة أو روتاتور كاف ماسل، ودي طبعا واحدة من أشهر المشاكل اللي موجودة في مفاصل الكتف بشكل عام، وناس كتيرة اختبرت الألم بتاعها. يعني من أكتر الأسباب اللي بتؤدي ده هو زي ما قلت من شوية إنه بيحصل خلل في الاتزان العضلي على مستوى المفصل. بمعنى إيه؟ الكتف ده فيه عضلات كتير جدا، يعني فيه اكتر من 18 عضله هم اللي بيتحكموا في حركته يعني، بس انا هتكلم على تو جروبس او مجموعتين من العضلات مهمين جدا في حركه الكتف. اول جروب او اول عضله مهمه جدا هي الدلتويد ماسل او العضله الخارجيه اللي هي بتحرك مفصل الكتف او بتحرك طبقه كبيره جدا وبعدين هي العضله الظهر، يعني لو واحد مسك كده هو كده ماسك الدلتويد ماسل. هي العضله الخارجيه اللي هي اللي بتحرك الدراع كله من عند الكتف، اقدر ارفع كده اقدر ارفع كده اقدر ارجع لورا، لان ليها فايبرز او ليها الياف من قدام ومن الجنب ومن الخلف. ودايما حتى نشوفها اللي بيلعبوا جمال اجسام نلاقيه عضله كبيره كده وهو عريض، العضله من هنا ومن هنا واضحه جدا يعني اكتاف. دي اول عضله ودي اللي بتحرك لي الكتف بشكل عام. بيقابلها من الداخل عضلات تانية اللي هي العضلات المثبته بتاعه الكتف او الدايناميك ستابلايزرز او الروتاتور كاف او العضلات الدواره، ليها اسماء كتير جدا. دي برضو بتشتغل ان كونجنكشن او مع عضلة الدلتويد دي علشان يضمنوا ميكانيكا حركية سليمة. وزي طبعا ما هو موضح في الصورة دي الأوتار بتاعت أو العضلات الروتيتور كاف ماسلز. يعني إيه وتر؟ يعني عضلة رايحة تمسك في العظم عن طريق وتر. وتر. تمام؟ يعني الوتر ده تابع للعضلة غير الرباط أو الليجامنت. يعني طبيعته عضلية أكتر. طبيعته عضلية أكتر. تمام؟ وهو ده فعلا اللي بيبتدي يحصل فيه التهابات لما بيبتدي يحصل خلل. طب الخلل ده بيحصل ازاي؟ يحصل ان عضلات الدلتويد دي تبقى اقوى شويه من عضلات الروتاتور كاف. طب ده بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه ان احنا في الديلي اكتيفيتي او في النشاطات العامه اليوميه بتاعتنا احنا بنعتمد اكتر او بنشتغل اكتر او بنشغل اكتر الدلتويد ماسل اكتر من الروتاتور كاف ماسل. وفي طبعا قاعده بتقول ان اي عضله مش هقويها هتضعف. زي ما قلنا في الحلقة السابقة. فبالتالي أنا لما هستخدم الدلتويد أو العضلات الخارجية دي كتير أكتر من العضلات الداخلية اللي هي المثبتة للمفصل، هتبتدي الدلتويد دي in relation أو بالمقارنة بالعضلات الداخلية تبقى أقوى. فبالتالي هيحصل الآتي، الميكانيكا الحركية على مستوى المفصل هتختلف. بدل ما أنا أرفع دراعي فالكرة تنزل كده، لا هو أنا هرفع دراعي فيحصل احتكاك كده، لأن عضلة الدلتويد أقوى فهي أسرع في الأكشن بتاعها من العضلات الكتف الدوارة الداخلية، فيبتدي أن الدلتويد تسبق فيحصل هذا الاحتكاك. الحقيقة بتتكلم يعني برضو ناس كتير ممكن يكونوا مثلا بيلعبوا نوع من الجيمنيزيوم أو كمال الأجسام أو ما إلى ذلك، وناس كتير النهاردة بيتحمسوا يعملوا ده ومن غير يمكن إشراف، يعني بيعملوه بشكل عفو شوية. فكرة أن أنا النهاردة ألعب عضلات معينة على عدم عضلات أخرى، ده ممكن يخوفنا شوية يا دكتور بيتر؟ الحقيقة أن اللي بيلعب جمال أجسام عن عدم دراية أو عدم معرفة هو بيبقى مهتم بجمال جسمه، يعني أنا بهتم بالعضلات الخارجية، يبقى شكل. العضلة شكلها كبير فبركز على عضلات الكتف اللي هي مثلا تمارين معينة يعني بيمارسوها كتير على حساب الروتاتور كاف مصل أو العضلات الكتف الدوارة اللي مش باينة يمكن أو من الداخل بالضبط. فبالتالي هي طبعا عضلات الكتف الدوارة عنده مش ضعيفة، ولكن في فرق في القوة ما بين الدلتويد اللي هو مركز عليها بشكل قوي جدا وبين عضلات الكتف الدوارة اللي هو مش مركز عليها بنسبة 100%، فبالتالي بيحصل فرق. فمن هنا بيبدأ يحصل خلل الاتزان العضلي، فبالتالي بيبتدي يحصل التهابات أوتار الكتف. دي طبعا صورة لإحدى تمارين الكتف طبعا بالدمبلز، ممكن اللاعب يلعبها كتير وما يقويش روتيتور كاف ماسلز، فبالتالي بيحصل الفرق اللي احنا لسه حكينا عليه.